هو احنا اللي هنعيد وهنفضل نزيد فيه طول العمر؟ في ايه يا مجدي يا صبحي بتجعر ليه؟ هو انا لسه جعرت؟ الجعير لسه جاي. في ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ والنبي انت يا حاجه خليكي على جنب علشان انت غاليه عندي، ها؟ ومش عايزك تتدخلي في الموضوع ده. ايه ياما؟ صح يا ابني الصبح تشتمي في الناس ليه؟ بتشتمي جمهورك على الانستجرام؟ دي واحده نرفزتني. قالت لك ايه يعني؟ واحده كتبت لك ايه البتاع القصير اللي انت لابساه؟ حط لها قلب، حط لها بوسه، انما تقول لها انت مال امك. ما البنت دي دايما بتعصبني. طب بلاش دي. الراجل اللي قال لك ايه يا عسل، حصل ايه يعني؟ في حاجه لما اقول لك ايه يا عسل يا حاجه؟ لا طبعا، ما بنتي عسل فعلا. لا وهي دي تسكت، راحت كاتبه له وانت مال خالتك. لا سيبه يعاكسني. هو ماشي وراكي بيعاكسك في الشارع؟ طب بلاها ده وبلاها دي. الست الفاضله اللي كاتبه لك اتقي الله يا ست، اكتبي لها لا اله الا الله. لا دول بقى بجد بيعصبوني، يدخلوا له انتوا كفره، انتوا هتروحوا النار، الفن مش عارف ايه. ودينا سيره الفن يا اختي، محامي الفن يا بنتي. حبه الناس دول هم اللي طلع عين امي عشان المهم هتفركشهم لي، هم اللي طلع عين اللي خلفوني عشان اضمهم هتبعترهم لي. بقول لك ايه يا مجدي، انا حره اتعامل مع جمهوري بالطريقه اللي انا شايفاها. معنى هنيجي على اخر السنه مش هنلاقي حد يعبرنا، هيبقى الجمهور بح. اوعي يا لؤلؤ، اوعي بالله عليكي، كله الا الجمهور. الجمهور لو زعل من نجم زي ما طلعوا لسابع سما هيجيب جذور رقبته لسابع ارض. وانتي قدامك اكبر مثال، خليه دايما قدامك. كاميليا؟ ايوه كاميليا. بس هما ساعات بجد بيعصبوني. اتعصبتي اقفلي تليفونك، اللي يعصبك يضحكي في وشه. عارفه ايه اكتر حاجه تضايقه؟ هي كلمه واحده هكتبها لك يما بالفرشه فوق السرير، التجاهل. اللي يضايقك تجاهليه، هتموتيه الف مره اكتر ما تردي عليه. شوفي نفسك كويس يا بنت الناس واعرف انت وصلتي ليه. حاضر. السلام عليكم. طب اقعد افطر. فطرت يما؟ فطرت، عندي ميعاد مع المحاسب. على فكره انت شكلك زي القمر. ايه يا حاجه في ايه؟ مال بنتك عماله تحلو كل يوم كده؟ طبعا مش بنتي. سلام عليكم. بقول لك ايه يا مجدي، هبوسه بقى. لا انا مقموص منك. طب حط. طب هوب. عايزه تطمني ان انا ماشي ومفيش حاجه، ها؟ خلي بالك من نفسك. وانت يا حاجه ابوس ايدك، مش هوصيكي. ما تمسكش التليفون الا ما اكون انا موجود. ما تقلقش ابدا. سلام. سلام. مع السلامه.